أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل أن مملكة البحرين تمكنت من ترسيخ مكانتها كوجهة مميزة وجاذبة لاستضافة وتنظيم مختلف البطولات الرياضية ومنها سباقات الخيل، ما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة على الخارطة الدولية لسباقات الخيل والفروسية بفضل اهتمام ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأشار سموه إلى أن سباق كأس البحرين الدولي للخيل أصبح نموذجا ناجحا يجسد المقومات والقدرات التنافسية لمملكة البحرين في استضافة البطولات والسباقات الدولية، مؤكدا أن اعتماد ترفيع التصنيف الدولي لسباق كأس البحرين إلى المستوى الدولي الثاني عزز من السمعة الطيبة التي اكتسبتها المملكة في الأوساط الدولية لرياضات الفروسية وسباقات الخيل، كما أسهم في جذب كبرى الإسطبلات والمدربين والفرسان العالميين للمشاركة في السباق. جاء ذلك لدى حضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة بفندق الفور سيزن خليج البحرين لقرعة الجياد المشاركة في النسخة الخامسة من سباق كأس البحرين الدولي للخيل الذي سيقام يوم الجمعة على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمشاركة ملاك ومدربين وفرسان وجياد من مختلف الإسطبلات العالمية والبحرينية، حيث رحب سموه بالمشاركين من مختلف أنحاء العالم في السباق متمنيا لهم التوفيق والنجاح. كما أكد سموه أن تنظيم سباق البحرين الدولي للخيل للعام الخامس على التوالي يأتي استمرارا لجهود الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل الرامية إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين على خارطة السباقات الدولية بما يسهم في تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف المرجوة لقطاع سباقات الخيل والفروسية. وجرت عملية القرعة وسط أجواء تنظيمية مميزة حيث تم سحب قرعة أرقام بوابات انطلاقة الجياد المشاركة في السباق الدولي، حيث تمت القرعة على 14 جوادا من مختلف الإسطبلات البحرينية والعالمية والتي ستخوض المنافسة القوية والمثيرة في الشوط الخامس والرئيسي. هذا وتترقب جماهير سباق الخيل في مختلف أنحاء العالم انطلاقة سباق كأس البحرين الدولي للخيل يوم الجمعة القادم والذي سيشهد تنافسا قويا بين مجموعة من الجياد العالمية. شهد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل قرعة الجياد العالمية المشاركة بالنسخة الخامسة من سباق كأس البحرين الدولي للخيل والذي سيقام يوم الجمعة على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمشاركة ملاك ومدربين وفرسان وجياد من مختلف الإسطبلات العالمية والبحرينية. طبعا مملكة البحرين بتستضيف النسخة الخامسة من كأس البحرين الدولي، طبعا لو نشوف السباق من النسخة الأولى للنسخة هذه جميل ان نشوف التطور في المشاركات اللي نشوفها معنا اليوم، مثل ما انتم شايفين اكبر الشعارات والمضمرين والفرسان من دول مختلفة مشاركين معنا اليوم، والهدف الرئيسي طبعا للنادي في تنظيم هذه البطولة ان نستقطب افضل الجياد من جميع انحاء العالم للمشاركة، واللي بيكون له دور كبير في رفع تصنيف مملكة البحرين. وطبعا ابى انتهز الفرصة اني اشكر الهيئة العليا برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة على دعمهم اللامحدود للنادي ومتابعتهم الحثيثة على الأمور التطويرية هذه، وكل سنة نشوف يعني شيء جديد مرتبط بالسباق، ويعني أتمنى إن شاء الله يوم الجمعة الجميع المتابعين والجمهور يستمتعون في السباق بإذن الله.
وجرت عملية القرعة وسط أجواء تنظيمية مميزة، حيث تم سحب قرعة أرقام بوابات انطلاقة الجياد المشاركة في السباق الدولي على 14 جوادا من مختلف الإسطبلات العالمية والبحرينية، والتي ستخوض المنافسة القوية والمثيرة في الشوط الخامس والرئيسي، وبجانبه ستقام الأشواط السبعة الأخرى للسباق على كؤوس الرعاة الداعمون لسباق الدولي. مملكة البحرين أصبحت وجهة جذابة لاستضافة وتنظيم مختلف بطولات وسباقات الخيل، لتحظى بمكانة مميزة على خارطة سباقات الخيل الدولية، ولتكون نموذجا ناجحا يجسد المقومات والقدرات التنافسية في استضافة البطولات والسباقات الدولية. طبعا السباق ما شاء الله في البحرين يتطور بشكل كبير، خاصة في السباقات الرئيسية اللي هي كاس البحرين وكاس الملك، اللي بعد مشاركة دبي فيوتشر العام الماضي ترقى الحصان السباق إلى فئة الجروب 2، وهذا تطور كبير، وهذا اللي احنا نطمح به انه جروب 1 ان شاء الله بعد السباقات هاي، خاصة السنة هذه نوعية من الخيول الجيدة افضل عن الخيول العام الماضي اللي شاركت تشارك في السنة هذه. هذا طبعا دافع كبير، نوعية الخيل أفضل، تطور كبير في تنظيم السباقات خاصة في البحرين، وهذا طبعا يشكر عليه أصحاب السمو الشيوخ، والحمد لله هذا عامل مشجع يعني. تنافس قوي بين مجموعة من الجياد العالمية التي تمثل عددا من الإسطبلات المعروفة في عالم سباق الخيل، وسيقودها فرسان عالميون وتحت إشراف مدربين عالميين، وسط توقعات بصراع قوي ومثير بين هذه الجياد ذات المستويات والتصنيفات العالية، لتعكس جهود الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل في تعزيز مكانة البحرين على خارطة السباقات الدولية.